قال يوسف بليلي مهاجم الترجي الرياضي التونسي بأنه يطمح للفوز بدور أبطال إفريقيا ضد الأهلي المصري. وقال بليلي لتلفزيون النهار في مكالمة هاتفية بأنه تأثر كثيرا للأخطاء التحكيمية التي وقع فيها الحكم الجزائري عبيد شارف. ماتش فينال، ماتش بين ديزيكيب كبار، ان شاء الله انا في موتيفي عليهم ان شاء الله، وما تشوف قدام استادنا وكاع ان شاء الله مع الجمهور تاعنا ان شاء الله يعاوننا باش احنا حطوا كاع لينا ان شاء الله ومعاونين باش نفوزوا بهذا الماتش ونادو. لا تاثرت النتيجه بصح ما ديفو الغالب الاربيت الغالب عليه لا بريسون عليه وكاع دوما ان شاء الله نخلفوها ان شاء الله في الروتور ان شاء الله قدام استادنا ان شاء الله.